حتى إذا يا نزل القضاء محتما خسفت نظارته بحد مهند فأتاه يعثر بالمصيبة عمه، يعني يمشي ويطيح أبو علي، فأتاه يعثر بالمصيبة عمه دام الحشاشة حزنه لم يبرد، قلبه مثل الجمرة أبو علي، كم شباب كم جنازة، وإلى المخيم عاد يحمل قاسما ويصيح آه راح قاسم من يدي فأتته رملة بالدموع وبالأسى تبكي لبدر بالصعيد ممددي. أنا ما أدري شايف أم فاقدة يدخلونها المغتسل على ولدها، صدقني يا مولاي اللي تدفن ولد ترى تدفن روحها ويا الولد، هذه وين تنسى ولدها؟ ولدي حبيبي يا منايا فجعتني وعلى مصابك جد حبل تجلدي فلأندبنك ما حييت بلوعة وعلى مصابك يا سليل محمد والله يا عم يا عم لا تخلوني على هواي لا روح للي معفرين بجانب الماي من دم نحرى لاخذه بشمالي ويمناي واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصياو زينب يا عم اش هالعريس لك شر علينا هيهات قلبي يبتشر والباس الزينة وشايل الراية على الشريعة معفرينا كيف نتحنى وبالفضل مقطوع ليد قولوا يا عم يا عم الكافلي ينهض بهمة يستنهض أولاد أخوته وأولاد عم يزفون جاسم بالهنا وينكشف همه ما يصير شاب مدلل الزفة نساوي من عادة العري استمشي خلفه لا وتزف بزينة على جاري وأنا يا عم معرسي من دون لعبة مكسور قلبه وينظر أعمام مطاعي قالت بالله
بعد خلوني أشق الجيب وانو هالعريس ذوبني وخلى القلب مجروح وانا الهنا وعمي يعالج طلعة الرؤى وحسين مكسور الظهر ما عندهم ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث اليوم أيها الأحبة بعنوان الإسرائيليات أو الروايات الإسرائيلية وعلاقتها بالتراث الإمامي. الآية المباركة ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هاي تتطرق إلى قضية عقلية. الإنسان لا يحق له أن يحكم على شيء بالنفي أو الإثبات إلا بالدليل. أكو بعض الناس الله وكيلك يخوضون في الأحاديث وما عنده لا دليل ولا علم ولا معرفة. الكلمة مدام مخشوشة في فمك ما تسجل عليك، أما إذا طلعت من لسانك أكو اثنين ينتظرونها وأكو ناس بعد يحكمون عليك من خلالها بعد بلسانك. أول ما تحكي يعرفونك الناس، مدام أنت ساكت يمكن يحترمونك ويجلونك، بس من يعرفون ما عندك منطق لا عندك علم لا عندك معرفة تخوض مع الخائضين يمينا وشمالا هني يحكمون عليك من حديثك. حتى الروايات أيها الأحبة لا يمكن أن نحكم على رواية بالصحة أو بالخطأ بعد من غير دليل. من هنا نتحدث عن الروايات الإسرائيلية. أولاً ما مفهوم الإسرائيليات؟ إسرائيل كلمة عبرانية تعني الغلبة. إسرائيل يعني الغالب، وهو لقب لقب به نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام، لقب به هذا النبي العظيم ونسب إليه بني إسرائيل. بنو إسرائيل نسبوا إليه.
إما دينا نحلة أو نسبا بعد، فيعرفون ببني إسرائيل نسبة إلى نبي الله يعقوب. في مصطلح، هذا المصطلح في علم الحديث ماذا يعني؟ الإسرائيليات أو الروايات الإسرائيلية تعني المرويات القصصية التي تعود إلى رواة يهود دخلوا الإسلام إما طوعا أو كرها. بعد ذلك توسع هذا المفهوم ليشمل جميع الروايات الموضوعة والمدسوسة. تعرف أي رواية موضوعة مدسوسة يسمونها إسرائيليات، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أقسام الروايات الإسرائيلية إليها ثلاثة أقسام: روايات تتوافق مع القرآن الكريم والسنة النبوية القطعية، هذه إحنا ما عندنا مشكلة نقبلها وإن كان الراوي يهودي، يعني لا تتعارض مع القرآن ولا تتعارض مع السنة النبوية، مثل اللي يروي ابن جرير الطبري على سبيل المثال، يروي أن شخص يقال له عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا كان في تجارة إلى الشام عثر على خرج من كتب اليهود والنصارى، شاف له بكشة كبيرة فيها كتب لليهود والنصارى، فبدأ يروي من هذه الكتب، يقرأ ويروي، فأصبح أحد رواة الإسرائيليات الرئيسيين هذا عبد الله ابن عمرو بن العاص. إلى روايات ما ممكن ترفضها أنت، مثل يسألون عن صفات النبي صلى الله عليه وآله، قال جاء في الكتاب الفلاني قوله تعالى يا أيها النبي، هذه رواية مو قرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين لا يقبضه الله تعالى حتى يقيم به اعوجاج هذه الملة، هذا كل كلام مقبول. القرآن الكريم يقول يا أي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وينسجم مع السنة النبوية، النبي هداية لو مو هداية، هداية قطعا النبي، وجاء ليقيم عوجاج هذه الأمة، فهذه روايات نقبلها. قسم ثاني، روايات لا يقبلها القرآن ولا السنة ولا حتى العقل يقبلها بعد، وكثيرة هي الروايات عن الأنبياء كيف تخدش في الأنبياء. إحنا أتباع مدرسة أهل البيت، أي رواية تخدش في نبي من الأنبياء على طول يا مولاي نشفسها ونرميها عرض الحائط. أي رواية، معصومون مكرمون نجلهم جميعا، نؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله، احنا نؤمن اي روايه تخدش في نبي من الانبياء رمي فيها عرض الحائط، وكثيره لو تروح تبحث عنها. القسم الثالث، روايات يقولون عنها موضوع بحث، يعني تعرضها على القران بعد تحتاج تشوف من الرؤية عندك مو كاملة، تعرضها على السنة النبوية بعد ما تشوف تتعارض مع السنة النبوية، بس لا زالت موضوع بعد تبغي تتأكد، مثل الرواية اللي تقول أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، هذه الرواية تجيبها وتخليها على طاولة البحث تشرحها قطعة قطعة. القرآن تجاوزتها، السنة تجاوزتها، الصدور الشوفه تجاوزتها من وين صادرة، الرجال بعد تجاوزتها لولا تنسجم مع العقل. أكو مرشحات علماءنا مخلينها، احنا ما نقبل اي رواية، ترى الآخرون يقبلون روايات ما تنسجم لا مع قرآن ولا مع سنة ولا العقل يقبلها بعد، احنا لا ما نقبلها ما نقبلها. فهذه أقسام الروايات الإسرائيلية. الأمر المهم إلينا وهو ما منشأ هذه الروايات وعلاقة هذه الروايات بالتراث الإمامي، مو إحنا نتهم إن عندنا روايات إسرائيلية كثيرة مدسوسة، كتاب كثيرين مثل محمد أمين وغيره أشاروا إلى ذلك، رواياتهم كلها إسرائيلية كلها موضوعة، كثير من رواياتهم مدسوسة. من وين؟ قال أكو واحد اسمه عبد الله ابن سبأ، هذا كان ويا علي ابن أبي طالب، وبالتالي نشأت مذهب والعقيدة على هذه الرواية. احنا مذهبنا على
رجل من اليهود. احنا يا مولاي مذهبنا ناخذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مذهبنا ناخذ من امير المؤمنين سلام الله عليه. تذكرون ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه يوقف كعب الاحبار لانه صار عنده مكتب فتيه يفتي، قال يا ابن اليهودية أنت الذي تعلمنا ديننا وفينا باب مدينة علم رسول الله، أنت تعلمنا الدين؟ وعندنا علي بن أبي طالب، كعب الأحبار كان عالم فعلا بس عالم يهودي، عالم يهودي، خلوه إزاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهذا عبد الله بن سبأ إحنا ديننا من عنده، روح أقرأ الكتب، كتب المسلمين، هذه الشخصية أسطورية. طه حسين في كيبة في كتابة الفتنة الكبرى يشير إلى ذلك، هذا رجل مدسوس، رجل أسطوري. هذا ثانيا راوي رواية عبد الله ابن سبأ من سيف بن عمر، واحد اسمه، مو كتبنا احنا، مو كتبنا، كتب الآخرين تقول عنه كذاب. إنزين إذا كذاب ليش تقبلون هالرواية عنه؟ أنتون تقولون عنه كذاب، يقدحون في دينه وفي أخلاقه، شلون تقبلون روايته؟ ومثل ذاك لما جمع المؤرخين قال جيبوا لي التاريخ بشوفه، اجمعوا تاريخ مدة طويلة ما كتب، ممنوع. فقالوا إليه لقد فتشنا في التاريخ فوجدنا عليا في كل مفاصله. قال ويحكم دعوا عنكم عليا إلا أن تجدوه في قعر جهنم. رواية تقول علي في قعر جهنم جيبوها، هذا مثل الشتر. فرجل تقولون عنه كاذب ليش تأخذون روايته؟ الأمر الثالث والمهم جدا، إحنا كتبنا الأربعة، التهذيب، الاستبصار، الكافي لا يحضره الفقيه، أكثر من 26,000 حديث، ولا حديث واحد يروي عبد الله ابن سبأ. وإن كان في واحد اسمه عبد الله ابن سبأ بس أحاديثنا ولا حديث عندنا من عند إحنا، ولا حديث واحد. منشأ هذه الروايات اليهود الذين جاءوا إلى المدينة مثل ما أشرنا، دخلوا الإسلام. أكو عندنا ثلاثة رؤوس فتنة، كعب الأحبار، وهب ابن منبه، وعبد الله ابن سلام. يقول المؤرخون هؤلاء اليهود اللي جوا إلى المدينة كانوا يجلسون في المسجد ويقصون على الناس، يقصون عليهم. شنو يقصون؟ يعني المؤرخ ترى دقيق، عندهم دقة المؤرخين، يحدث يعني بيجيب حديث، يروي يجيب رواية، يقصون يعني يجيبون حكايات إلى الناس. بين قوسين لو تدور كلمة مناسبة يعني في زماننا دارجة من المتعارف عليه ما تحصل إلا كلمة واحدة، وسامحني عليها، بين قوسين يعني يشلخون على الناس، يشلخون، يكذبون. وأكو بعض الناس عندهم فن في الكذب واختلاق القصص، يعني اجزم ما ادري من وين، شلون مخيلته يعني تجيبها، ويستانسون في الاوادم، يقعدونه ويقعد يحكي وياهم، دلت شاي جايه ودلت شاي رايحه وهو يحكي وياهم. هذول بعد كانوا في المسجد بهالطريقه. ولذلك امير المؤمنين سلام الله عليه، هذا في كنز العمال، مو من كتبنا بعد، يقول وقف على واحد منهم، وقف على واحد منهم، على هؤلاء اللي يحدثون، قال أتحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن حديثي عهد به؟ زغب جبرائيل لا زال موجود، زغب جبرائيل والملائكة، أنفاس الوحي لا زالت طرية، غضة طرية. أنت اجي تحدثنا، لأسألنك مسألتين، إن أجبت عنهما وإلا تبرز إلى الدار. سأل أمير المؤمنين وقطعاً ما جاوب، وشدخ علي بن أبي طالب، واللي يعطي أمير المؤمنين اطراق بعد هذا ما أظن بعد يجي مرة ثانية. فهذه أهل البيت سلام الله عليهم وقفوا أمام هذه الروايات. روح اقرأ التاريخ، الإمام الباقر عليه السلام، إجا واحد يقول أكو كعب الأحبار يقول أن الكعبة تسجد لبيت المشرق في كل صباح، حتى يبين أن الفضل في وين، ويرجع إلى أصله. قال والله إنه كاذب، هذا كذاب، الكعبة تسجد إلى بيت المشرق، هذا كاذب، لا تتبعوه، لا تأخذوا كلامه.
والله أنت عندك بعض الأحاديث يعني تمر عليك عجيب، شلون كانوا يقبلون في ذاك الزمان وقاعدين مدنقين روسهم يسمعونها مستأنسين وهو على المنبر قاعد يفتي إليهم، من أكل بصل مك عكة يعني تأكل إليك خيشة بصل تصير فقيه أنت جليل خلاص، بعد ما يحتاج بعد تحكي فقيه. سبحان الله، شو العقليات، شلون تقبلونها هذه، شلون تقبلوها. أعطيك نموذج حتى ندخل على المصيبة، الآية المباركة حتى أبين لك إحنا كتبنا، ترى إحنا مدرستنا مدرسة الدليل، أهل البيت علمونا ما نحكم على أي شيء يا مولاي إلا بالدليل القاطع. الآية المباركة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تعرفون القضية مع يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إحنا مو بصدد القضية. ابن جرير الطبري في تفسير السيوطي في الدر المنثور كلاهما يروي رواية عن ابن عباس في تفسير وهم بها، همت به واضحة خب، تهيأت وهمت به يعني جاية متهيئة إليه، هو هم بها إيش معناها؟ هم اثنين هم ابن جرير والسيوطي، قال ابن عباس أنه حل السراويل، شوف اسمع، وقعد منها أو وجلس منها مجلس الخائن، فأوحى الله إليه يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فإذا زنا فقد ريشه. سامع نبي، أقول لك إحنا الرواية، أي رواية تخدش في الأنبياء ما نقبلها، ناخذ ديننا من وين؟ قال الإمام الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا الجزء الثاني يسأل المأمون يا ابن رسول الله ما معنى قوله تعالى وهم بها، إيش جاوب الإمام؟ إحنا لغة القرآن لغة شنو؟ لغة العرب، نزل بهذه اللغة لغة العرب، ولغة العرب مفخرة، الحساب يوم القيامة بهذه اللغة، القرآن الكريم بهذه اللغة. كل يوم كثير من شبابنا يستحي يتكلم عربي حتى يقولوا ما عنده ثقافة، مسكين يشوفه يتشلوت لسانه، كل كلمة ثنتين تكلم إنجليزي رمى كلمتين، وبعضهم بعد يستانس إذا تكلم إليه فرنسي بعد كم كلمة بعد يخلط الحكي، وزاد الطين بلة بعد قاموا يتكلمون تركي بعد هالأيام، بعد يخلط مني يشوفوني أنا مثقف، ماكو مشكلة من الثقافة، من تعلم لغة قوم أمنة، يقول أمير المؤمن. وهذه مطلوب يا مولاي، تتعلم اللغات مطلوب، بس لا تخليها يا مولاي تأخذ مجراها وتسكن مكان لغتك الأم. لغتك الأم مفخرة، لغتك الأم لغة القرآن، فنزل بلغة العرب. اللغة العربية إذا أنت في هذا المجلس المبارك وتبغي تطلع من الباب، طالعت على يمينك في الزاوية وإلا فلان، أنت الدورة صار لك أسبوع تبغي في موضوع، أنت مجود الباب بتطلع، تركت الخروج ورجعت إليه. العرب شو يقولون؟ خرجت من المأتم لولا أن رأيتك. سامع؟ يعني أنت طلعت؟ لا ما طلعت. يقول سبب عدم خروجي من المأتم أنني رأيتك. فالإمام يقول هذا النبي العظيم أساساً ما هم، الهم بالمعصية مو موجود، التفت وياي، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذا شايف البراهين شايف الدلائل. فنبي الله يوسف حتى هم المعصية ما هم يا مولاي، حتى هم المعصية ملتفت وياي. هذه عقيدتنا، إذا تدور إمام وضعت فيه الروايات والإسرائيليات ما تحصل أكثر من الإمام الحسن عليه السلام. أبو محمد هالمظلوم الغريب بأبي وأمي، أبو محمد روايات ما أنزل الله بها من سلطان، رواية مزواج حاشاه أبو محمد، يعني رواية حتى أجيب لك نموذج حتى ما تقول إحنا نحكي من الفراغ، أن الإمام الحسن عليه السلام في يوم من الأيام خارج من المسجد فالتقى بثلاثمائة امرأة، أي كم باص جايبينهم ما أدري، أي حملة جايبتنهم ما أدري، فقال لهن أما فيكن من تتزوج سيد شباب أهل الجنة،
الله. انت لو في الطريق تشوف لك ثلاث نسوان اربع يمشون تنوس، او الك وجد حاجيهم تقول الى واحد تقول لهم افيكم من تتزوجني؟ ما تقبلها انت. ولو قلتها بعد كم قبقاب على راسك بالعنايه يودونك مولاي بعد. انت ما تقبلها لا على روحك لا على ابوك لا على اخوك لا على صاحب، تقبلها على امام معصوم. والأدهى والأمر، تعال اسمع الجواب اللي جاء الإمام، فقلنا بصوت واحد كلنا مطلقاتك يا الله. تدري حق شنو هاي الروايات كلها؟ حتى يغطون على قضية أخرى، أكو صلح وأكو في عهود ومواثيق، حتى يبين إليك ترى هذا الإمام اللي معتدين به ومظلوم وما أدري شنو، ما هو إمام، هو مزواج. شوف ترى الناقص، الإنسان الناقص يحاول أن يلقي بنقصه على الآخرين دائما دائما. متسافل الدرجات يحسد من أعلى، هذه القضية كلها. ولذلك اليوم ثامن بعد يوم أبو محمد، ترى يا مولاي خلي ببالك، وأنا أترجاكم اليوم وإحنا نتصور مصيبة القاسم، تصور وياي هالغريب المظلوم، تصور أبو محمد. عادة يوم ثامن كثير من المآتم تدخلونها ليلة ثامن يوم ثامن، إذا ما بيسوون زفة يخلون على المنبر عند المنبر يشوف نثار شموع يخلونها يمين شمال. السنة ولا ماتم في شمعة، ولا ماتم. إنزين ما تخلون لنا شموع بالماتم، دخير بالله ودوا شمعة على قبر هالمسموم. البقيع ظلام، إذا كل سنة أنتون تزورون الحجاج يمرون عليه صح لو لا؟ صحيح ما يخلونهم يروحون يسلمون عليه على السور يسلمون. السنة حتى اللي يسلمون على السور ما راحوا. غربة 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 أبو محمد، كأني بالحسين اليوم يخاطب الشيعة جايين إليه كلهم كربلاء يوم ثامن، يقول لا يكونوا مضيعين الطريق شيعة الليلة، الليلة المعزم وأنا هناك بالبقيع، الليلة المعزة أخويا أبو محمد. الحسين قاعد بالخيمة ليلة العاشر، أصحابي إن هؤلاء القوم لو قتلوني ما فكروا فيكم، ولو قتلوكم ما تركوني، فليتخذ كل واحد منكم هذا الليل جملا، وليأخذ بيد واحد من أهل بيتي واتركوني. قام حبيب رمى العمامة، برير زهير يقول ولقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالموت دوني، استئناس الطفل بمحال بأمه. مثلك شكد تحب الحسين، لو على بدك حتى حياتك تفنيها من أجله، وقليل تتلف الأرواح. استخبرهم وقام يناديهم واحد واحد، حبيب هذا بيتك في الجنة، شاهدوا الجنة كشفان ورأوها رأيعين يا مولاي، حبيب هذا منزلك في الجنة. برير زهير مسلم خلص الأنصار كلهم، افتروا على بني هاشم، عباس علي فلان فلان هذه بيوتكم بالجنة. أكو شاب قاعد ينتظر عمه ينادي باسمه ما نادى عليه. خلص الحسين أصحابه وأهل بيته وما نادى على الجاسم. قام هالشباب مكسور القلب وخرج من خيمة الحسين وراح إلى خيمة أمه، قاعد يبكي. رملة سمعت بكاء القاسم فزت إليه، ولدي من هو اللي يبكيك؟
أحد مآذنك بكلمة، ترى والله أروح أشكو عند الحسين، حسين ما يرضى عليك يا ولدي، أنت مدلل عند الحسين. رفع رأسه إلى أمه قال: يما عم الحسين كسر قلبي. الحسين وإيش سوى أبو علي؟ قال: عجل يما يراوي أصحابه وأهل بيته منازلهم بالجنة وأنا ما يراويني، أخاف ما أرزق الشهادة معه. قالت لي: وإيش تقول يا ولدي؟ قوم قوم. مسكت إيده وسحبت إلى خيمة الحسين، استأذنت دخلت: أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله، تأذن لي بالكلام؟ اتفضلي رملة. قالت: أسألك سؤال واحد أبو علي وسامحني عليه، ترضى واحد يكسر خاطر هذا اليتيم؟ قال: ومن يجرؤ على ذلك وأنا في الوجود؟ قالت: يا أبو علي انت اللي كاسر قلبه، ايش هالكلام يا رملة؟ قالت: عجل يا أبو علي تراوي أصحابك وأهل بيتك منازلهم بالجنة، ولدي ما تراوي بيته بالجنة، لبالك أني جايبتنا من المدينة يقعد بالخيمة؟ لا لا يا أبو علي، أريد أفتخر عند فاطمة الزهراء وأقول لها: ها يا فاطمة، ما بخلت بولدي على ولد شي الحسين. قام يبكي الحسين، ضم القاسم إلى صدره: ولدي كيف تجد الموت؟ قال: دونك أحلى من العسل يا عم. قال لي: ولدي هذا بيتك في الجنة، لكن عمك ما عنده فاد يقول لك بتتعفر أمامه وتقتل، لأن إذا شفتك مقتول أشوف أخوي الحسن. يوم عاشور إمامك يجول في الأطناب: ألا من ناصر ينصرني؟ ألا من داب يدب عنا أهل البيت؟ وإذا بالقاسم يخرج من خيمته يركض إلى عمه: لبيك يا حسين، لبيك يا داعي الله. الحسين شاف القاسم جاي يركض، تصور كأن الحسن جاي إليه، ضم إلى صدره: وولدا وأخاه، روح يا ولدي إلى الخيمة لا تفجع عمك الحسين. رجع إلى خيمة مكسور، ذكر الإمام الحسن تارك عودة، يعني كتاب رسالة، قال له: ولدي إذا نزل بك هم وغم افتح العودة. قال: بعد غم وهم مثل كربلة ماكو. فتح العودة الرسالة وإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسن بن رسول الله إلى القاسم بن الحسن، أما بعد يا ولدي، إذا كان يوم عاشوراء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. طلع من الخيمة ينادي: عما حصلت الرخصة يا عم؟ من هو رخصك يا ولدي؟ قال: رخصني أخوك المسموم، وأنا أزيدك صاحب القبر المهدوم، حتى قبر ما عند أبو محمد. قال: من وين رخصك أخويا؟ قال: هذا كتاب الحسن، قرأ الكتاب دمعت عينه. أخوي يعني لازم تفجعني؟ قوم يا ولدي أنا بعد عندي وصايا. أدخله إلى خيمة الحسن، صاح زينب: علي بصندوق أخينا. أخرج عمامته، قسمها قسمين أبو علي، قسم على رأسه
وقسم لفاه على جسد الشباب على هيئة الكفن، ألبسه لامته قلده بسيفه. زينب لما شافت القاسم صاحت وأخاه وحسنا. قومي قومي يا زينب، طلع النساء من الخيمة، وش عندك يا ابو علي، وين رايح بالشباب؟ قال قومي يا زينب للحسن بنأدي حقوق، خلي البواكي ونشفي دمعك المدفوق. قالت لبسها وخلي الجيب مشقوق، واقول عريسك يا سكنة تفقدينه، كيف العرس يا حسين وانت ما حد وياك، والنبل يترادف عن شمالك، واما انا باذوب من ضجة يتاماك، ومن البواكي الحرم راس مشيبنا. طلعوا طلعوا النساء، طلعوا النساء يزغردون من وراء القاسم. انت شايف جنازة شباب اذا مروا على بيتهم، يطلعون خواته وقدامهم امه تزغرد بعد. هذه زغردة حزن يا مولاي، زغردة مصيبة، رملة بالخيمة واذا تسمع ضجة بالمخيم، زغاريد زغردة، ون طلعت مدهوشة تقول أبو علي وأنا مودي ولدي، بتزفونه. اصبر عاد يا أبو علي، خلني أنخي أبوه الحسن، يمكن يجي من البقيع. يا محلى الشاب إذا زفوا أبوه على يمينه وعمه على شماله. ها هذه بعد قامت، بس اسمعها يا مولاي، هذه زفت موت، زفت مصيبة. تقول كان بيتزفون جاسم جيبوا شمعة من البقيع، كان بيتزفون جاسم جيبوا شمعة، خضبوا الكفين خضبوا الكفين من دم الرض، خضبوا الكفين من يا الهاشم هذا معرسكم بزفونا، لا تكسروا خاطر احنا ينتعر، بس لا تنامون لازم تحضرون كل عمامة وأخوته وأهله جميع، كل عمامة أخوته. ألا من مناد وقاسما، وانت وين رايح يا أبو علي؟ قال أخواني صرعا، خلني أنخيهم بعد يا زينب. يا الذي على المشرعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زافي ننهى ضعاين زفته، كان يا كبش الكتي بابيك للنهضة جلد، وقض شبول الهوى شمقوم وبنزف هالولد، وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد، بس حريم الجر ونه والقلوب مفتتة. ألا من مناد وقاسما، أخذه من يده وأسلمه إلى الأعداء، آجركم الله. نزل القاسم إلى الميدان غير آبه بعددهم، وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المجتبى والمؤتمن،
هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، قاتلهم قتال الأبطال أوقع فيهم مقتله، آجركم الله عند ذلك شد عليه ابن الأزدي وضرب الشباب على رأسه. وشبابا صاحب ضعيف صوته، عم حسين عليك من السلام. أقبل الحسين كالصقر وشاف ولد أخوك الطير المذبوح، تمدد إلى جانبي طولا بطول يعز على عمك أن يسمعك فلا يجيبك أو يجيبك وأنت مقتول ومجدول فلا ينفعك. بناي بعدا لقوم قتلوك، خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. شال الولد المدلل على صدره ورجل القاسم تخطان الأرض، جاب إلى خيمة الشهداء، لكن يا مولاي مدد إلى جانب الأكبر والحسين امتد بينهما. ساعة يقبل الأكبر وساعة يشم القاسم. يا علي يا علي يا علي، يقول يا شبان والله لا تولنون، يا شبان والله لا تولنون، تصدعون قلبي من تحنون، شبان مثل الورد تزول. فقد الشباب والله يعذب، يقتل الإنسان فقد الشباب. ويلي جاب ومدد ما بين خوته، قعد عدهم يا ويلي وهم ماتوا، بس ما سمع عن النسوان صوته، اجت رملة تصيح الله أكبر. الحسين قاعد عند الشباب، دخلت عليه زينب، قوم يا ابو علي قوم. وصلت الأم الحنونة على باب الخيمة، قوم يا ابو علي، كان ولدها في رمق حياة خلت ودعا. قام ابو علي يصفج ايد على الاخرى، النساء ادخلوا، ادخلنا رملة، واحدة عن يمينها واحدة عن شمالها، وبس ما شافت الولد المدلل على التراب ورأسه نصين صرخت وولدا وسقطت عليه. متحيرة ساعة ضمة، ساعة قبلة، ساعة شمة، ساعة تمسح الدم عنه. صدقني يا مولاي مؤمن ومؤمنة، اليوم هذا اليوم خصوصا أكو في أخوات مؤمنات يحاجون، يقولون هذا اليوم ثامن وتاسع إحنا فاقدين أولاد. لا تنسونا عاد في هذا اليوم، هذا اليوم سلوتنا إحنا. يلا يلا بلسان حال هالأمهات اللي فقدوا أولاد أعزاء على قلوبهم، بلسانهم كلهم رملة تحكي بلسانهم، تقول ما لغيرك
ما تصيد لي بعينك ما لغيرك يجرح إحساسي ونينك ما لغيرك سامحني للمقابر زافين شايف نعش في شباب يرمون عليه المشموم خواته وأمه ويجون إلى قبر الأم والخوات خاطرهم يجيبون باقة ورد إليه هو عريس يا مولاي مو على قبره ما لغيرك ما تصيد لي بعينه ما لغيرك يجرح إحساسي ونينه ما لغيرك وللمقابر زافين ما لغيرك ماني أمك يا دلالي ما لغيرك ضمني لصدري لصدرك يا غالي ما لغيرك يا ابني ما ترحم بحالي واويلاه واويلاه واحد من الأخوان الأخوة الأعزاء يقول أمي فقدت أخويا ولدها يقول إلى يومك تروح إلى كبت الثياب تعدل إلى يومك كل ليلة تعدل فراشه يما أخونا راح الولد ما يرجع كل أم كل أم كل أمها عندها أمنية ولدها من يجي من صغرى إلى كبرى إلى ما يكبر أمنيتها هي تأخذ من إيده وتودي إلى عروسه يسامحوني على هالأبيات عاد وأسألهم الدعاء بعد ولي قومي لي خلني بيدني أزفاك قومي لي حنتي من دم نحرك قومي لي عمتك بتشد جرحك قومي لي وامسحي دموعي العخيلة قومي لي بعدكم صارت ذليلة قومي لي طاحم لي من يشيش اتقل ولا مال ولا مال اني ردتك لارد الدنيا ولا مال ولا مايال يا ابني لو وقع حملي ولا مايال يا جاسم ضاعت ظنوني ولا مال ولا مال عند الضيج يا ابني قطعت بي اي عند الضيج يا ابنك طع اني ربيتك يا غالي وعيني بعينك افز لك للمهد من نسمعوني نك ربيت وياي يا ابني واحسب سنينك وتاليها يا غالي القبر يعينك وتاليها
في القبر عني يضمون.